السلام عليكم، زوار تي في نادور. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله يا رب العالمين. واحد الخبر ديال اليوم غادي يفرح ان شاء الله، كما كتقول واحد الصحافه ديال الاسبانيول. استنى غادي نقرا عليكم واحد المقال. محمد السادس مستعد لاستقبال بيدرو سانشيز بعد تهنئة الملوك وتخفيف الأزمة. لا يوجد موعدا محددا، لكن مصادر المغربية تؤكد أنه إذا صارت الأمور بشكل جيد فسيكون الاجتماع ممكنا في الأشهر المقبلة. ها مزيان، دابا الملك ديالنا بغى استقبل بيدرو سانشيز، هو رئيس الحكومة ديال إسبانيا، باش يجي هنايا المغرب باش تكبر إن شاء الله العلاقات بين المغرب وإسبانيا، باش يحلوا لنا مليلية إن شاء الله يا رب العالمين. الخو غتسولك شوية السمازيخت باش هذا نفهمن الإخوان النغيدجان داخل الوطن وخارج الوطن. الملك النغ يقارس بيدرو سانشيز يتجانت رئيس الحكومة إسبانيا، يازو تستقبل ذا نتا المغرب باش تكبر العلاقات، تمغى العلاقات إن شاء الله. هذا زمن المعبر بين مليلية والنادور باش كان الإخوان، هذا حنا تخدمان الله يحسن عاون قيو ذا نقاط عاي حواها رخو تقريبا قد كوا عامين ماني غا راح نيوذان حقا نسن الأسباب، يعني الأسباب نشين وها هرزقي تشي تصيد ربي العالمين. يقصد أن غازمون ثوات النخار إن شاء الله بإذن الله سجهد نصيد ربي العالمين إن شاء الله. هذا الخبر غيكون السبب ديال الافتتاح المعبر بين مليلية والنادور بإذن الله. الملك ديالنا راه كيستنى غير رئيس الحكومة يجي المغرب ويكون خير إن شاء الله، يكون خير إن شاء الله باش يتلاقاو يديروا يعني الاجتماع باش يهدروا على الحدود ان شاء الله باذن الله. هكا كيبغينا حنايا باش يحلوا لنا مليليه باش الناس تنوض تخدم. يا والله يحسن عاون وصافي، هادشي اللي كان الاخوان. بالنسبه ندير واحد النداء للمشاهدين ديالي اللي كيتفرجوا فيا، علاش ما درتوش ابوني؟ خصكم ديروا ابوني وتفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد، الله يرضي عليكم. انا ديما كندير الجديد باش تفرجوا في الفيديوهات ديالي. ايوا شكرا جزيلا، نشكرك اني واتصل اخوانك انه يحفظ سيدي ربي العالمين. هادي تسعط النغني ان شاء الله، هاد نقرخ بعاود جديد. يلا اديوس اميغوس اوتروديه.